مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات. يا رب فرج همومهم، يا رب نفس كروبهم، يا رب اشرح صدورهم، اللهم اسعدني واياهم سعادة لا نشقى بعدها ابدا. من كل بستان زهرة، عنوان هذه الاطلالة معكم الليلة والدردشة، هذه المدردشة في هذا الليل، ومن عنوانها باين الدعوة منوعة وملخبطة على قولتهم مشكلة، وهي والله صراحة تحقيق الكثير من مطالبكم. اللي يبغى آيات معينة، اللي يبغى حدائيات، اللي يبغى طرفة، اللي يبغى قصة مؤثرة. لذلك حاولت الليل أني أجمع لكم هذه الجلسة وهذا الإطلالة في هذا التنوع تحقيق لمطالبكم. وخلونا نبدأ مع أول زهرة في هذه الليلة. أول زهرة نقطيف أيها الأحبة هي مع كلام الله، آية عظيمة، وجميع كلام ربي عظيم. هذه الآية أذكر حتى أني قد رتبت عليها محاضرة وألقيت هذه المحاضرة، وهي بعنوان لا يستوون، أخذ من قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عيش المعنى، عيش معنى الآية هذه من خلال هذا التمثيل. عندك اثنين موظفين، عندك اثنين موظفين، واحد يقوم بالعمل على أكمل وجه، يقوم بعمله على أكمل وجه، حريص على رضاك، حريص ألا تقف على أي تقصير وإن قل، والآخر مفرط لا يقوم بعمله ولا يهتم، تأمره بالأوامر حتى إن وقفت على رأسه تلاحظ أنه حتى ما يهتم بالعمل وأنت تقف على رأسه، فكيف كنت غافلا عنه؟ السؤال: عند تسليم الرواتب والأجور هل تساوي بينهما؟ هل تساوي بين ذاك الذي اجتهد وبذل وقدم وحرص وبين هذا المفرط؟ لا والله، ولله المثل الأعلى. يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا طائعا مقبلا كمن كان فاسقا مفرطا لا يستوون. لماذا؟ أخبرك الله عز وجل في تكملة الآية، قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. آمنوا وعملوا الصالحات ونزلا بما كانوا يعملون، بما كانوا يقدمون ويجتهدون ويبذلون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، الذين قصروا وفرطوا في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. هذه الوقفة الأولى والأحبة لا يستوون. الزهرة الثانية والأحبة نقطفها من بستان القصص، من أجمل القصص القصيرة التي وقفت عليها وذكرتها مرارا لكن لعل بعض الأحبة ما سمعها. هي عن رجل من الصالحين تنبه إلى بالباب يطرق، فقام ينظر ففتح الباب فإذا به أحد إخوته في الله، أحد أحبته في الله. هل يا فلان تفضل؟ قال: لا، لكن أتيت لغرض. تفضل. قال: أحتاج إلى 400 دينار، والدينار تقريبا يمكن 10 دراهم ذيك الأيام، دينار الذهب يعني، الآن يمكن نتوقع يمكن 400 دينار هذه يمكن تسوالها يمكن 60-70 ألف يعني. فقال: أحتاج إلى 400 دينار في حاجة ماسة لها. فقال له صاحبه: قف مكانك. نأتي إلى الزهرة الثالثة والأخيرة لأني طولت، وهي مع حداء. هذا الحداء له قصة، حتى أنه نزل في بعض الإصدارات، وحتى شركة الاتصالات أخذته مني نغمة موجودة الآن هذا في نغمات الجوال، فلعلي أقول هذا الحداء لأن له بصمة في القلب ولا ينسى. يقول: انتبه من كل نوم أغفلك، واخشى ربا بالعطايا جملك، انتبه من كل نوم أغفلك، واخشى ربا بالعطايا جملك، تابع المختار واسلك نهجه، تابع المختار واسلك نهجه، فهو نور من مشى فيه سلك، فهو نور من مشى فيه سلك. خالف النفس وعلمها الرضا،
بالقضاء وعصى هواها ترضى لك. خذ من التقوى لباسا طاهرا فالتقى خير لباس يمتلك. انتبه من كل نوم أغفلك واخشى ربا بالعطايا جملك. انتبه من كل نوم أغفلك واخشى ربا بالعطايا جملك. تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلك سبحان الله خير.